صباح الخير عليكم. اليوم راكم مع طاطا حبيبه، جبت لكم اون غوسيت سهله، لا بريوش فوري او شوكولا. فوالا، فيها 500 غرام دو فارين، ان اوف، اون كويير ا سوب دو ليفور دو بان، ان باكي دو ليفور شيميك، 100 غرام دو سكر، ان كار دو فير تاع الزيت، او دو كويير ا سوب دو لي ان بودر، اي ان فير دو كريم ليكيد. نحطو لا ليفور وشويه فرينه وشويه سكر في شويه ما دافي. نحكمو لا ونحكمو لا فارين، نديرو لها ان كويير نص كويير كافي دو سيل، 100 غرام دو سكر، نخلطوهم، نزيدو نديرو لا كريم ليكيد، ومن بعد نحطو هذيك لا ليفور اللي طلعت لنا، نزيدو لا ليفور الشيميك، ونخلطو نزيدو لوف والزيت، ولا خصنا شويه في لاباط نزيدو شويه ما دافي، نخدموها بوندون 10 مينوت في البيتران ولا في البليد، تجي لاباط ان بو كولونت، تخليها تخمر. بعد ما تطلع تشكلي كويرات وديريهم في هذا المول، ديري هذا لو بابي هذا وتحطي لهنا، فوالا هكذا كي تخمر تحكمي لو جون دوف، فيه شويه قهوه شويه زيت شويه ملح، تدهني الوجه زوج خطرات وتخليهم شويه وتحطي في الفوق، وكي طيب تخرج هي سخونه ديري لها في داخلها هاوليك الشوكولا وديري شويه سكر غلاس. فوالا بالصحه، العشيه بقهيوه ولا بلاتاي بصحتكم، راكم مع طاطا حبيبه. هاو كيفاش يخرج خفيف طري.